كيف يجمع العبد بين حسن الرجاء وعدم الأمن من مكر الله؟ يتقلب بين الخوف والرجاء، فهو يرجو الله ويخاف ذنوبه، يخاف أن يمكر الله به. مكر الله تدبيره لأعدائه في الخفاء من حيث لا يشعرون، فهو يخاف بسبب ذنوبه أن يكون الله عز وجل يملي له ثم يأخذه، وفي نفس الوقت يرجو مغفرته ويرجو رحمته ويرجو رفع منزلته عنده.